جوهرة اف ام. نعرفهم وعندي ريكار انا في التوقيفات اكثر من سنه توقف في التلفزه التونسيه وحاتم بن عمار. هذا ما يهمش. اللي يهمني انا انه كل توقيفه تعلمت منها وباقي نقول اكون لا بروشي. نخدم توا ونقول وقت جاي اللي من بعده. هذا تعلمت من التوقيفات نتاعي واستفدت منها. ما تدخل انت تلسع من الشربه ولا ينفخ عصلاتها معناتها. التوقيفات الاخرين شنو سببهم مثلا؟ برشا اسباب. مره ذكرت محمد بن يوسف مدير عام جريده تونس يبدو والاخبار. الباري عنده مشكل انا ذاك مع بن علي فوقفوا له الفيسك نذكر مره اخرى خطا جه ربي اسمعونا باش يفهموا العباد علاش كنا نتوقفوا. هزيت صورت لطفي بوشنيق في المدينه العربي باعتبار اختار المدينه العربي نبيها كراولي في حسس مساره من ديارنا. قالت لي انا راني قريت في المبيت سكنت في المبيت الجامعي باردو. هزيت صورتها غاديك كيف دخلت نبيها الطالبات اللي غاديك ونبيها سوكسي وقتها داروا بها وغنت لهم نبيها والحصه وريتها المدير التلفزه هذاك قال لي بوكو ديموسيون وذكرت كيفاش انا هبطت من صفاق سوقريت في مبيت وخرق العاده وعدينا لو ريبورتاج. من بعدها هي نهار الاثنين تعدت نهار السبت صار نهار الاثنين نقى الدنيا قائمه وقاعده. دخلت للمدير العام باش يقول لي رئيس المدير العام يقول لي شو اللي عملته؟ شو اللي عملته؟ والحصه وريتها. قال لي كيفاش تعمل باند فول النبيها كراوي في زعيمه ولا قال لي ما بن علي ايش نعملوا له؟ قلت له سامحني بن علي نقارنوا فيه بنبيها كراوي هذاك سياسي وهذه فنانه معناها شو وتوقفت التوقيف هذايا سبب من الاسباب هذوما اللي نعرفهم معناها والله. انا عام 2000 الى حد اليوم انا ما نعرفش شنو السبب الرئيسي اللي خلاهم يخذوا قرار. البعض قالوا لي لا للنجوميه ولا للزدن لا لا معناتها ما تجيهم هي ايش نقول لك زاد باش ما يجتهدش. جوهرة FM.